حبيبي. يا حبيب أبوك، يا حبيب أبوك، يا حبيبي. كفاية يا بابا، قوم معايا يا بابا عشان خاطري. لا لا، سيبيني يا شمس، سيبيني يا بنتي، يا حبيبي يا ابني. أنا عاوز أقول لك حاجة. اتفضل. أنا بنتي يوم ما كلمت حازم العطار عندك، فده عشان أنت كنت مهندسة وهو كان محتاج حد يساعده في شغله. لما دلوقتي يا شمس، أنا مش شايف أي داعي لوجودك في المصنع. حاضر يا بابا، اللي حضرتك شايف. عشان خاطري، عشان خاطري، أنا خايف عليك يا شمس، وتعب. أنا أخوكي كسرني، عجزني يا حبيبي. يا بابا أتسرع عليك من الكسر يا بابا، أنا فضلت طول عمري جنبك. أنا خايف عليك. يوم الناس لما هاجمت على المصنع كان ممكن تروحي مني في لحظة، في لحظة يا بنتي، تعملي معروف. أنا مش قد كسرة تانية يا بنتي. الله يخليك. حاضر يا بابا. الله يسعدك يا بنتي، الله يخليكي. أنا سعيدة نعم. هفضل جنبك على طول. ربنا يخليكي ليا، ربنا يخليكي. عمري ما حسيت بغياب زين زي اليومين دول. ومعنى ان انا حسيت بغيابه يبقى انا قصرت في اللي هو وصاني عليه. بس مش انا لوحدي، كلنا قصرنا، ولا ايه يا جيهان؟ عندك حق، كلنا قصرنا. يبقى لازم نستقوى ببعض. القوة هي اللي هتنسينا الضعف اللي حسيناه في غياب زين. انت ما بتتعلمش يا سيبي، كل مرة بتحاول نفس المحاولات بنفس الطريقة، طبيعي جدا ان انت توصل برضو لنفس النتيجة. انا ما بزهقش وما بتعبش، مهما كلفني الموضوع من وقت وفلوس مفيش مشكلة، لازم أحاول. وخصوصا حاسس إن أنا لازم أبقى على الكرسي، أنا صاحب المكانة دي. مين قالك إنها نفس النتائج؟ مالكي شايفة هو الطريق الشرقي والدار ومخازن النجاح، وبرضه معرفتش توقع على الطريق. إحنا ما بنوقعش، ما ينفعش نوقع. وأظن جه الوقت اللي لازم نصلح فيه أخطائنا ونرجع الكفة زي ما كانت. الكفة لو رجعت زي ما كانت مش هيبقوا عليك المرة دي. أحب أوي تفكير استراتيجي، وخصوصا لما يكون من ست خبرة وحلوة أوي زيك. عايزة تقولي يا نجوى؟ عايزة أقولك إن أنت بتتعامل مع العطارين غلط. العطارين مش متفرقين زي ما انت فكر. احنا مش متفرقين، بس برضو احنا مش متجمعين. ولو ما مسكناش كلنا في ايدين بعض والموج بيعلى، مراكبنا كلها هتغرق. وانا لا يمكن اسيب ده يحصل. العطارين بيعرفوا يلموا بعض اول ما الموج يعلى عليهم، وبيقدروا يقفوا قصاد اي موجة تواجههم. وان حصل وغرقت مركب من مراكبهم، المراكب التانية تشدها. الحرب دلوقتي بقى ليها حسابات تانية، ما بقتش بالقوة ولا بالدم زي زمان، لا، بقت بالعقل. والبقاء دلوقتي للي بيقدر يفكر أحسن من التاني. ولو الرصاص كان بينفع ما كناش وصلنا لكده. لو هتحاربهم بالرصاص فالرصاص عندهم كتير، ولو هتحاربهم بالرجالة فبرضو الرجالة عندهم كتير. الحرب مع العطارين لازم تبقى حرب صامتة ملهاش صوت.
العطارين طول عمرهم عاملين زي الحزمة، محدش يقدر يكسرها عشان عيدانها كلها ساندة بعضها. وعشان تقدر تكسرها لازم تطلع كل عود لوحده، وده طبعا لازم يبقى في أسرع وقت قبل ما سليم العطار يفكر يتحرك. كل واحد فينا هيتحرك، هيتحرك في اتجاه لتنفيذ مهمة محددة. هيبة العطارين لازم ترجع، واللي فكر ان العطارين لقمة سهلة عرف كويس اننا لقمة مسمومة، اللي يدوقها يموت. اما بقى اللي مشي في طريق مش بتاعه وصدق انه بتاعه، خليت نهايته عليه. اللي كان فاكر ان اللي مشغاله هيحميه مننا ركب السفينة الغلط، وعشان كده كان لازم يغرق. العطارين لازم يعرفوا ان خريطة اللعبة اتغيرت، والصغير لازم يفهم قبل الكبير ان سيف العزازي سابق الكل. العطارين ما فيهمش كبير وصغير، الصغير عندهم زيه زي الكبير، ممكن عشان تقوم حرب. انت كنت هتحس بقيمة اللي انت بتعمله ده لو كنت لسه في الخدمة؟ على الأقل يعني كنت هترفع راس اللواء رشدي. بابا ده بقى ليه قعدة تانية خالص، بس هو هكون حضرتك قلت له أي حاجة؟ أنا كنت لسه هقول، يعني الكلام كان لسه على لساني، بس الحمد لله سكت في آخر لحظة. ده حتى ما يعرفش ان انت اللي حطيت جهاز التتبع في الشحن. طب الحمد لله، انا اصلا مش عايز اقول له حاجه دلوقتي عشان ما يقلقش عليا، عايز اشتغل من غير اي ضغوط. تمام، المهم لو وصلت لاي حاجه بلغني على طول. ما اظنش ان في حاجه هتحصل على الاقل دلوقتي. سيف بيشك فيا وممكن يخلص مني في اي وقت. يوسف، لو انت حاسس فعلا إن سيف العزازي بيشك فيك وممكن يخلص منك ولو 1%، إلغي اللي أنت كنت بتعمله ده خالص، مش مهم. هو كده كده هيتقبض عليه، الحكاية كلها مسألة وقت. كان نفسي يتقبض عليه العملية اللي فاتت قوي يا طارق بيه. أنت الدليل الوحيد اللي ضد سيف العزازي، والدليل ده بالنسبة للداخلية غير رسمي، أنا وأنت بس اللي عارفين هو بيعمل إيه. المهم أنا عايزك تاخد بالك كويس. حاضر. مدام بسمع عامله ايه دلوقتي؟ انا بكلم شهد ما بتردش. ربنا يقومها بالسلامه، ادعي لها يا يوسف. ان شاء الله تقوم بالف سلامه يا رب. ادخل. زين يا حبيبي، أنا خلاص اديت الأمان لفتحي هو وابنه. أشكرك يا فتحي إنك نفذت الاتفاق اللي بيني وبينك، لأنك لو ما كنتش نفذته أنا كنت في ثانية هبيع العشرة اللي بينا وأطربقها فوق دماغك أنت وابنك. لا علي إيه؟ علي إيه السين بيه؟ ده أنا جاي أشكرك إنك رعيت العيش. طول عمر العطارين خيرهم عليا وعلى عيالي. كويس إنك لسه فاكر. ولا يمكن أنسى. أنا آسف يا جماعة، أنا ما كنتش عارف إن في اجتماع. الاجتماع ده للعطارين، العطارين بس. اطلع بره. عز، اقفل الباب وراك. الواد ده لازم يمشي من القصر. هيمشي بس مش دلوقتي.
اشمعنى مش اليومين دول؟ دار الأيتام طريق الشرقي ناجع العطارين، المجموعة اللي مع عبد الحميد، المصنع، منفذ مطروح، كل دول لازم يرجعوا عشان ساعتها بس هنبقى رجعنا العطارين بتوع زمان، العطارين اللي الناس بتعمل حساب لكل واحد فيهم، الصغير قبل الكبير.